النهاردة من أنا والنجوم مشرفنا فيها فنان عزيز على كل قلوب المصريين، شخصية الحقيقة بتجمع بين الدراما والفكاهة والكاريزما وتقمص جميع الشخصيات. هو فنان متعدد المواهب، الحقيقة هو بيتقن جميع الأدوار وقادر على اقتحام قلب وعقل المشاهد وإقناعه بكل شخصية بيلعبها. هو فنان بيشهد له الجميع في الوسط الفني بموهبته الفريدة. كان أب رائع جدا في مسلسل يوميات زوجة مفروسة مع الفنانة داليا البحيري، لدرجة أن الأطفال كانوا بيعشقوه. أما شخصيته رفعت الذهبي في مسلسل اللي ملوش كبير، الحقيقة فاجئنا أنه كان بلطجي من الدرجة الأولى، شخصية قاسية وشريرة جدا عليه، لكنه لعبها ببراعة شديدة، بخلاف شخصية مروان في مسلسل خيانة عهد من قبل. كل هذه الكلمات الحقيقة بتحكي شخصية الفنان الجميل خالد سرحان. مشرفنا ومنورنا في أنا والنجوم. ربنا يخليك يا أستاذ ريهام، ربنا يحفظك. الله يخليك. احنا هنبدأ برفعت الذهبي على طول. نبدأ برفعت الذهبي. رفعت الذهبي في مسلسل اللي ملوش كبير الحقيقة كان منتهى البلطجة والفتوانة باقتدار. يعني كلمني عن الدور الجديد ده، ده دور جديد عليك وعلى شخصيتك وقلب تقريبا كل الموازين والمعايير بحلقاته. رغم ان انا عارفة انك دايما يعني صاحب مقولة اللي بيخاف من ادوار الشر ما ينفعش يبقى ممثل، دايما انت حريص انك تقول كده، وان الفنان لو اتوضع في قالب معين ده بيبقى استسهال. انا عايزك تشرح لنا الدور ده كان يعني دخلته ازاي. خلينا نتفق الاول ان الاستمرارية عمرها ما بتيجي غير عن طريق التغيير. لازم انت علشان تستمر تبقى موجود عمرك ما تعيش على نمط واحد من الادوار او من طريقه الاداء او من لازم يبقى فيه جديد. تنوع. لازم يبقى فيه تنوع. وده حتى يعني شفناه مع نجوم كبار خلوا يعني التنوع بالنسبه لهم ادالهم استمراريه. يعني مثلا لو قلنا على قدوة كبيرة جدا الفنان عادل إمام. من بعد الأدوار الكوميدية اللي عملها وحتى يمكن أوائل الثمانينات تقريبا، فجأة عمل فيلم اسمه المشبوه. طلع فيه بدور مجرم. فهنا كانت الاستمرارية للأستاذ عادل إمام. هو المشبوه عشان نوع وغير. ومخافش ومخافش من حتى من إيرادات الأفلام دي. لأن إيرادات الأفلام الكوميدي عادة بتبقى أكتر. لكن الـ 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 الأدوار الحقيقية اللي بتمس الناس أول وحياتهم وإتقان هذه الأدوار ده بيدي استمرارية للفنان. رفعت الذهبي أولا هو كتابة كاتب وزميل الفنان عمرو محمود ياسين. جميل. وصديق الحقيقة. تربى على الفن الأصيل. يعني هو كاتب شاف أستاذ محمود ياسين إزاي بيتعامل مع الكتاب والكتاب بيتعاملوا معه إزاي. تمام. فهو ورقه بالنسبة له هو جوهرة يعني محدش يقدر يلمسه. مش المؤلف اللي مثلا إيه خد الممثل خد الموضوع ده وانت بقى زبط الكلام ويعمل مش عارف. مفيش كلام ده. في نص درامي محبوك. يعني انت حسيت فعلا ان هو عمل حبكة درامية وقدر يشبك كل الادوار ببعض ويعني نجح في ده. هو مفاجأة بالنسبة لي من 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 قبل اللي ملوش كبير. فلما عمرو ياسين اتعاملت معاه هنا انا كنت عارف ان انا يعني هعمل حاجة متميزة ده على الاقل. لقيت ان الدور جديد عليه. لما قريته كده حسيت ان ده قلت اتخضيت كده ولا لا؟ انا ما بتخضش. لكن انا حبيت الشخصية وشفتها بسرعة. يعني شفتها بسرعة. هو هي هنا بتفرق في الكتابة كمان. يعني الكاتب ممكن يحس الممثل يبقى شايف الشخصية قدامه. وده عمله فعلا عمرو ياسين.
وكانت الاختلاف اللي احنا بنتكلم عليه انك انت ما تمشيش على نمط واحد. واعتقد ان ردود الافعال معظمها كانت ايجابية على مواقع السوشيال ميديا، وانت تلقيتها بنفسك من المتابعين، وشخصية رفعت الذهبي عجبت ناس كتير قوي. يعني انا اتفاجئت الحقيقة بده، وان حتى بعض الناس كانت بتصفك بانك حاوي يعني بتظهر كده بتخطف الاضواء بمجرد ما بتظهر في اللوكيشن. هو يمكن علشان فكره مش الخطف الاضواء اكتر من هي فكره انك انت تمثل شخصيات مختلفه بعيده تماما عن بعض. يعني انت تشوف ده هنا، تشوف رفعت الذهبي هنا ده شخصيه، مروان دهب في خيانه عهد حاجه تانية خالص وشرير برضو. ويوميات زوجه مفروسه حاجه ثالثه خالص. لما اتكلمت عن الحارة الشعبية وقلت انك حاولت تقدمها بصورة مختلفة غير تقليدية يعني عن ما تم تقديمه من قبل، قلت في اساليب وحيل درامية كتيرة ممكن تقدم اي مشكلة في المجتمع بشكل راقي. ازاي بقى يا فنان؟ احكي لنا ده. يعني هو مفيش داعي لانك انت توصل المشاهد في مصر او في العالم العربي او في اي حته ان الشكل الحاره عندنا مشين او لان بلطجة وحشه. لان ده برضو بيقدمك كصوره، بيقدم مصر انت بتشوف في دول ويمكن دول تعتبر معاديه كمان بتقدم مسلسلاتها وافلامها على بتجذب السياحة بشكل رهيب. هي فعلا الفن مرآة للواقع، بس مش مرآة للقبح. يعني احنا انت ممكن تعمل قبح جميل، ما تعملوش مقزز، ما تعملوش بشكل فج مقزز ينفر منه الجمهور او 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 تبقى دي صورة الحارة الشعبية في مصر. لا، احنا الحارة الشعبية عندنا مش كده. مصر مش كده. لا، مصر مش كده. مصر مش الـ كلها السيدات اللي مش كويسين وكلها رجاله بلطجيه واللي مش لا، مصر مش كده. لكن الحاره الشعبيه فيها سلب. رؤيه جميله ورؤيه مستنيره. وفعلا هو ده اللي المفروض يتقدم. يعني فعلا الحاره المصريه فيها الصالح والطالح. لكن فيها انت عايز تظهر ده. ورينا الجمال الحاره المصريه كمان، فيها حاجات حلوه جميله كتير. صح، انت ليه بتركز دايما على الحاجات الوحشه؟ يعني ما الحاره المصريه دي 90% من الشعب المصري. 90% دول مش وحشين يعني. صح. خالد، انت شاركت ياسمين عبد العزيز قبل كده وفي فيلم حريم كريم وعصابه الدكتور عمر. رايك ايه في العمل مع الفنانه ياسمين عبد العزيز؟ طبعا شفاها الله وعافاها حبيبتي، كلنا بندعي لها. انما تجربتك مع ياسمين كانت لها طعم ايه؟ ياسمين صاحبتي جدا جدا، ومن زمان واحنا اشتغلنا في حريم كريم. وعرفتها من ساعتها، يعني فنانه جميله جدا. بس احنا التلات اعمال اللي عملناهم مع بعض ما اتقابلناش في ولا مشهد. صح، ما في حريم كريم انت كنت مع داليا. الكابل انا وداليا. طب تعالى نروح لشخصيه حسن ابن الشيخ سلام. اللي هو الفنان القدير احمد بدير في المداح. واخوك صابر اللي كان حماده هلال. ومامتك او والدتك حنان سليمان. احكي لنا ازاي اتحمست للشخصيه دي، خاصة برضو انك ذكرت قبل كده انها غريبة ومليئة بكتير من التحولات واحتاجت منك مجهود كبير. انت قلت كده، وكانت محتاجة منك انك تركز نفسيا على نفسك بشكل كبير. احكي لي ازاي. هو فيومي فاللغة، ادي اول حاجة. تاني حاجة اختلاف تام من الشخصيتين اللي بتقدموا مع بعض في رمضان. حد علمك الفيومي؟ انا طبعا شفت ناس. يعني قعدت انا بسال اصلي. لا، ما جالكش معلم فيومي؟ لا لا لا. بسال على الاكسبريشنز بتقال ازاي، وقعد اقعد مع واحد وبتاع. وبعدين اصل مش كل الناس بتتكلم اللغه قوي يعني. يعني الناس فيومي دي جنبنا. هم قاهريين يعتبروا يعني. مش بس في لكنات. يعني. انت بقى تمسك اللكنه بس. لا اكثر ولا اقل. يعني انت هتلاقي هنا في جنيه الاهرام ناس من الفيوم كتير وبيتكلموا عادي. ايوه. لكن هناك، لكن احنا علشان هو عايش في القريه فاللكنه ركزت فيها شويه.
التركيز في اختلاف تام ما بين رفعت الدهبي وحسن ابن الشيخ سلام، ده كان مهم جدا انك تقدم شخصيتين مختلفين خالص. حسن ابن الشيخ سلام بقى كان شخصية شبه ناس كتيرة جدا من البسطاء، مقهور، عاوش فلوس، بيحب وعايز يتجوز، كبر في السن ولا اتجوز ولا خلف ولا حوش، فده كتير بس موجود في حياة ناس كتير موجود. وبعدين حظه وحش، فحكي قصة الحظ ديت مع ناس كتير، ففي شر البلية ما يضحك شوية من الحظ اللي بيحصل له بيدعها. فحسن ابن الشيخ سلام شخصيته داخلة في الكوميديا شوية وطيب قوي، بالعكس التاني قاتل وشرير. فهنا التباين ده هو اكتر حاجة حمستني إن ده انا على اساس ان انا لو جالي شخصية ولو شبه 1% من رفعت الدهبي مش هعملها معاه، لا يمكن. لازم نشوفك هنا شخصية وهنا حد تاني خالص. لكن حد قال لي انت حيرتني، انت انهي واحد فيهم؟ ده اجمل حاجة في الموضوع. انت بقى كخالد سرحان اقرب لمين فيهم ولا واحد؟ اكيد مش اقرب لرفعت الدهبي، ده رفعت الدهبي ده عايز يخش ياخد اعدام. انت كمان عملت مسلسل جميل اذاعي الحقيقة بيني وبينك، اللي غنيت في التتر مع الفنانة نشوى مصطفى وحملت حتى الأغنية نفس اسم العمل، والكلمات كانت لأحمد شوقي والحان وتوزيع أكرم عادل. تمام، التجربة تمام. كانت جميلة، احكي لي التجربة. وتأليف أماني درغام. وأماني درغام طبعا اللي هي أصلا كانت برضو يوميات زوجة مفروسة، اللي هي أصلا صاحبة المقالة اللي الأسبوعية بتاعت مفروسة قوي. ما هي عشان كده اللي عملت منها زوجات، هي دي اللي عمل منها يوميات زوجة مفروسة. فكنت شايف ازاي الشغل مع نشوى. نشوى حد مختلف جدا، نشوى من اطيب الفنانات. الشغل في الاذاعة ممتع، وتدريب تمثيل. يعني هو دايما احنا عشان الواحد ما يبعدش عن الفيلد او الشغل كتير، لان احنا بنشتغل ونقف شوية نشتغل ونقف شوية، ففي الوسط الاذاعة بتبقى جميلة يعني. فانا استمتعت بيها لان احنا عملنا 9 مواسم. يعني من شهر 9 لشهر 6 السنة اللي بعدها. هايل. وكانت الحقيقة برضو عاملة صدى حلوة قوي لمستمعين الراديو. خالد كان لك تجربة مع التأليف في فيلم أمير الظلام والديكتاتور، كلمنا عنها. وطبعا ما يعرفش الحقيقة الفنان خالد سرحان هو نجل الكاتب الكبير سمير سرحان اللي كان وكيل وزارة الثقافة الأسبق، ووالدته القديرة الكاتبة نهاد جاد. أعتقد أن ده ممكن يكون له تأثير في حياتك على الكتابة والتأليف. ما اعرفش، يمكن هم يمكن بيقولوا في حاجه في الجين مثلا، ما اعرفش. يعني يمكن الجينات بتبقى لكن هي انا مش مؤلف اصلي، انا انا ممكن اقول فكره بس يعني. فكانت فكره قصه الديكتاتور وقصه امير الظلام. لكن ازاي اثرت شخصيه الوالد القدير والوالده في الفنان خالد سرحان؟ يمكن الجو اللي كنت بشوفه من وانا صغير، يعني جو الناس الاصدقاء بتاع وطريقه حوارهم كلامهم، غصبا عن الواحد بتعلم فيك حاجات. تمام. بالنسبه للسينما انت حققت نجاحات في افلام الحقيقه اضحك الصوره تطلع حلوه، كلام الليل، امير الظلام، التجربة الدنماركية، السفرة في العمارة، ابن الأنصل. دور السينما ايه في الفترة القادمة بالنسبة لك؟ والله هو موجود لسه، كنت عامل فيلم كنت انا وخالد النبوي وحنان المطاوع اسمه يوم وليلة ودور لا نجاح معقول، وقد قصة حلوة، قصة اليوم الواحد اللي هو الفيلم اللي بيدور في 24 ساعة. وكانت بقى شخصية مش بلطجي، لكن هو في توة الحارة، كبير الحد. فده كان ليه شكل بس بعيدا عن النبوت بقى والحاجات اللي لا 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 حاجة مش قديمة، ده حاجة جديدة. اللي هو اللي ما ينفعش حد يعمل حاجة في الحارة غير لما
ما ياخد رأيه، ما ياخد رأيه، وهو بنظرة عين الناس بتخاف. فكان نوع برضو جديد عليا. عايز افتكر اسم الشخصية. بجاتي. بجاتي. طيب. عامة وانت بتستقبل النوعية دي من الشخصيات انت بتحس بغنى كده لما بتلاقي نفسك قادر على انك تلعب كل الادوار دي؟ بحب الصعب انا. الحمد لله يعني بحب الصعب، بحب لو جات لي حاجة صعبة بقعد اركز فيها قوي علشان ما يقولش خالد اقل من الدور. هي دي شخصيه الميزان، بعدين نتكلم في الميزان بعدين. انت عملت برضو ادوار كتير الحقيقه، زي العائله والناس، واميره في عابدين، العطار والسبع بنات، وصاحب السعاده، مأمون وشركاء. ده بيعكس، معرفش هل ده بيعكس ميل للدراما التلفزيونيه او ده بيرجع للي معروض عليك؟ لا لا. تحب تشرب ميه؟ لا لا، مفيش حد من الفنانين يقول لك انا بخطط لنفسي وبعمل كذا وكذا وكذا. مفيش حد يقدر يخطط لنفسه 100%. انت بتشوف السوق هو موشيك فين. المهم انت بيعجبك ايه تعمله. سواء في الدراما التلفزيونيه او في السينما. طب حلو قوي، انت بتقول بتشوف السوق بيمشيك ازاي. هل انت من النوع اللي بتسيب السوق يمشيه، ولا انت بتختار وبتفرز بنفسك؟ لا، ما انا بيجي لي حاجات ممكن ارفضها بقول ستوب هنا، انت السوق ماشيني غلط. لكن في حاجات تانية بعملها، ما هو برضو بتتعرض علي. صاحب قرارك. صاحب قراري طبعا. اخيرا وليس اخيرا، الفنان خالد سرحان من مواليد برج الميزان. برج الميزان بيمثل بالنسبة لخالد سرحان ايه؟ هو مواليد، انت حضرتك مواليد 25 سبتمبر. 25 سنة كم؟ مش هقول. لا بلاش. وصفات البرج انا بلاحظ انها تنطبق على شخصيتك جدا. يعني من صفات برج الميزان حب العدالة، كره الظلم. بيعشق ان تكون قراراته نابعة من داخله. مزبوط. محدش يعني يديله قرار فوق قراره. وده بتهيألي حصل معاك، ويمكن بان قوي في اول حاجة في حياتك لما والدك كان عايز يلحقك بكلية الشرطة وانت رفضت ودرست الفن. مش شرطة بس، شرطة والكلية البحرية وكل الكليات اللي حاول معايا فيها، ودخلت فعلا البحرية ترم وما نجحتش فيها. فقرر فيعني فما كانش قدامه غير ان انا اعمل الحاجة اللي انا يعني بحبها. طب هو كان بيرفض ليه؟ معنا اصلا اللي بيشتغلوا في مجالنا، مجال الكتابه دول فنانين. والله لما كبرت لقيت عنده حق. لان كان عارف ان انت هتبقى تعبان. الشغلانه متعبه جدا جدا، وملهاش. والصحافه متعبه، والاعلام متعب. لا، الفن انت ممكن النهارده تشتغل وتقعد سنه ما تشتغلش. فدي في حد ذاتها مش شغلانه مستقره خالص، مش مهنه. فيعني فكان عنده حق، الله يرحمه، ربنا يرحمه ويحسن إليه. برضو أصحاب برج الميزان بيتمتعوا بقدرة كبيرة على التغيير، وانت لسه بتقولي أنا بحب أغير قوي، وبيعشقوا في الوقت ذاته يعني أنهم ما يبقوش على نمط واحد وبيملوا بسرعة. ده كل ده كان بيحصل معك في اختياراتك للشخصيات، في اختياراتك للناس المحيطة، كل الكلام ده، ولا؟ لا، أنا لو لقيت نفسي همشي على نمط واحد في التمثيل بوقف وأقعد أراجع نفسي وأشغل وأشتغل على نفسي من أول وجديد. الأصدقاء والحاجات طبعا، أنت بتقابل في الحياة ناس ما انت ما بتبقاش عارف يعني، طول عمرك في حياتك بتقابل ناس كويسه وناس مش كويسه يعني. الحياه كده، الحياه كده، وناس بتأذي وناس زي اي حد يعني. وبتعرف مين صاحبك ومين عدوك، ومين اللي ينفع يكون حبيبك ومين اللي ما ينفعش. بالظبط. انا هختم بجملتك اللي قلتها، ان رساله الفن الحقيقيه زي الدواء، لابد انها تكون مغلفه بالسكر. اشرح لكل فنان موهوب ومقبل على مهنة التمثيل ازاي يستفيد من تجربتك، وازاي يغلف الدواء اللي هيتقدم له بالسكر، اللي هيقدمه بالسكر. كلمة السكر دي هي ان اللغة الفنية. يعني انت تبقى عندك في ادائك لغة فنية. النصيحة لأي حد، لان في ناس كتير قوي بتقول انا عايز امثل، انا عايز امثل، عايز أمثل. هي مش كلمة. ده قصة ومشوار متعب
جدا ودراسة. انت بقى اشتغلت على نفسك يعني؟ أنا اخدت كورسات، اخدت انا حاجات انا انا أورا انا من انا طالع من جيل صعب جدا ان كان واحد فيه يبقى فنان معروف. يعني الجيل اللي انا كنت فيه كان النجوم مين؟ استاذ عادل امام، استاذ احمد زكي، استاذ محمود عبد العزيز، استاذ نور الشريف. طب بس انت صغير قوي مش كبير كده. لا ما هم دول اللي كانوا نجوم، انا طالع من اواخر التسعينات. هم دول اللي كانوا نجوم. فكان الطلوع في وسطهم صعب. دلوقتي انت الطلوع اسهل يمكن. والناس بقت كتير، الفنانين بقت كتير، لكن انت علشان تستمر لازم تبقى فنان مميز. ولازم تبقى متغير. ولازم تذاكر تمثيل كويس. دي اهم حاجه. حاجه كويسه، وتشتغل على نفسك، تاخد ورك شوبس كتير عشان تقدر تحافظ على مستوى النجاح. عايز اسال بقى، بالنسبه لو يعني الواحد فعلا ما عملش الحاجات دي في حياته في ظل المعروض الكتير اللي احنا بنشوفه، انا بشوف بلاحظ ان الناس بتحب ماسبيرو زمان، رغم ان ان دلوقتي المعروض كتير والفنانين بقوا كتير والصغيرين بقوا كتير، ولكن الناس بتروح لماسبيرو زمان، ممكن تقولي ليه؟ ريحة التاريخ برضو انا بحب اقعد اتفرج عليها، بشوف طفولتي، بشوف بشوف ماسبيرو، اصلا ماسبيرو تاريخ اتربينا عليه كلنا، اعلام يعني ساري. اعلام ساري ومصري قوي يعني. فطبعا حاجات طبعا بتدينا الذكريات الجميلة يعني. طيب الناس الموجودين حاليا تنصحهم يشتغلوا على نفسهم في ايه؟ الاستمرارية في تغيير نفسك وفي مذاكرتك، مش في انك رايح تمثل وخلاص، هي دي بس دي اهم نصيحة. احنا استمتعنا الحقيقة بحوار جميل مع الفنان الجميل متعدد المواهب خالد سرحان، والواحد الحقيقة ما بيشبعش من الحوار معاه لانه متغير ومتجدد، وان شاء الله هنراه قريبا باذن الله في اعمال حلوة نتكلم عليها بعد رمضان او قبل رمضان اذا هيعمل حاجات تانية جميلة باذن الله. نشوفك على كل خير، وشرفتنا ونورتنا ببرنامج انا والنجوم، وكنت معكم ريهام مازن، وتحياتي وتقديري.